مساء الفل والورد والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا باحلى مشاهدينا واوفياء المواعيد الثقافيه من خلال المجله الثقافيه طوق الياسمين. تقريبا تعودتوا انه نكونوا يوميا وبعد المسلسل التونسي في جوله مع اهم المواعيد الثقافيه. اليوم باش تكون جولتنا بين تونس العاصمه ومدينه منزل بوزلفه الجميله في مواكبه لاهم المواعيد الثقافيه اللي كانت في نهايه الاسبوع. مرحبا بكم الناس الكل. شكرا لطوق الياسمين. أعطني مسرحا أعطيك شعبا مثقفا، شعارا رفعته تفقدية المدارس الابتدائية للغة العربية دائرة منزل بوزلفة ضمن شهر توظيف المسرح في التعلم، والذي اختتم في نهاية الأسبوع الماضي بتوزيع جوائز على المدارس المتوجة بغاية نبذ العنف ونشر السلم لدى الناشئة. في البداية عبر المدرسون على صعوبة توظيف المسرح ضمن التمشيات البيداغوجية المعتمدة للدروس لعدم اختصاصهم في المجال ولكثرة الأعمال المكلفون بها، وفي نهاية التكوين أبدوا الكثير منهم رغبتهم في تطبيق التجربة. قمنا برصد أهم الإنتاجات المتميزة وقمنا بعرضها طبعا في برنامج تتسابق 12 تقريبا مسرحية متوجة لكل مدرسة في هذا اليوم النهائي بحضور الأولياء وإطار الإشراف والمربي. نعم، هناك ثلاث جوائز، جائزة أولى، ميدالية أولى، وميدالية ثانية، وميدالية ثالثة، وجائزتان لجائزة لتلميذ مدمج في السنة التحضيرية، وتلميذ آخر يعاني من صعوبات لكن تجاوز هذه الصعوبات من خلال المسرح. وقد لاحظنا انخراط كبير من سواء من الأولياء، من التلاميذ، ومن المربين، بعد أن بين المربون في بداية الأمر صعوبة هذا الأمر وصعوبة إدماج المسرح ضمن التعلمات، خاصة الرياضيات والإيقاظ العلمي والتاريخ والجغرافيا، إلا أنهم عند التطبيق تبينوا أهميته خاصة في أثره على المتعلم. You can.
درس في الوسط المدرسي، لأن المسرح إذا كان عنده مكان ينتظره ومكان مميز هو المدرسة. في هذا الإطار التلميذ يستطيع أن يوظف تعلمات الكل في جميع الميادين، وليس أحسن من تقديم كل ما يستطيع تقديمه أمام جمهور، فهذا يعلمه الجرأة في نفس الوقت الثقة في النفس. سيداتي وسادتي، لقد حللتم أهلا ونزلتم سهلا، نقدم لكم هذا اليوم مسرحية رفيق ويصف، لنكتشف من خلالها أهمية الحرية وطوق كل كائن حي له. والآن نطوفكم مع هذا العرض مسرحية رفيق والعصفور. المشهد الأول. أين أنت يا بني؟ لقد أحضرت لك هدية نجاحك. أنا هنا يا أبي، لقد انتقلت واجي الذي أتى بفارغ صبري، فما فأنت تعلم أنني مأمولة عن بالقطط. لا لا لا، إنه من الطيور. وهل يكون فلخ دجاج؟ فجدتي وعدتني بأنها ستحضل لي فلخا جميلا. لا
شكرا لاهتمامك. منذ انطلاق السنة الدراسية واحنا معناها حثيثي الخطى على تنظيم التظاهرات الثقافية والتنشيطية هذه في مدارسنا، في زادة تم تنظيم عديد الملتقيات الجهوية والملتقيات الوطنية اللي تدعم النشاط الثقافي والترفيهي في المدارس الابتدائية. هذه ماهيش باش تتوقف على اليوم، التظاهرة هذه متواصلة، البرامج التنشيطية متواصلة في مدارسنا الكل في الجهة، وما يدعم هذا التواصل هذا هو فتح مدارسنا خلال العطلة الصيفية للأنشطة الثقافية الترفيهية بكل مجالاتها، حتى نزرع قيم ومبادئ، يعني القيم تبعث على توازن شخصية التلميذ وتنشئه تنشئة سليمة تحببه في الحياة، تعلمه قيم نبذ العنف وقيم التعاون والعمل الجماعي والعمل التشاركي، ويكون هكاكا معناها مواطن متوازن، مواطن غد متوازن. شفنا المواهب وهذايا اللي نطمحوا له الناس الكل، ان ننحتوا مواطن، يعني مواطن يكون متوازن، ننحتوا مواطن مش كان معناها كان المعارف والتعليم والدراسه وكذا المسرح، وكان شعار كما شفتوا اليوم هذايا اعطيني مسرحا اعطيك شعبا عظيما، هذايا شعار ممتاز وممتاز جدا. ومن خلال الشعار هذايا انا نقول كان اليوم ناجح، نجاح كبير، ومعنا كما سبق وقلت أدخل الفرحة على جميع الناس وعلى مستوى السلطة المحلية زادة مبتهجة، وإن شاء الله يكون هذايا معناها سنة حميدة إن شاء الله نعودها كل عام بإذن الله. أي عجبتني برشا، بالأخص كي عملوا مسرحيات باهين زادة، وزادوا هما شاركوا بكل اللي عندهم. فبراير 2016 كانت انطلاقة شهر التراث اللي باش يتواصل حتى 18 مايو، شهر كامل، وهذيك علاش عديدة هي الدور الثقافية اللي قاعدة تحتفي بهذه التظاهرة الثقافية الكبرى والهامة في تونس. دار الثقافة ابن رشيق أيضا نظم عديدة التظاهرات الثقافية، وفي الإطار نفسه نظم معرض جامعي ضم 3 رسامين والرسومات نتاعهم كانت تتمحور حول شهر التراث. 3 رسامين هما من قطاع الصحة، لكن إغرامهم وحبهم لعالم الفن التشكيلي ولعالم التراث ما منحهمش انهم يكونوا حاضرين من خلال هذه التظاهرة. شكرا لطوق الياسمين. نادية المهيري بالرحومة، جابر الدغري وسوسن لملوم هدريش، 3 رسامين رغم تخصصهم في قطاع الصحة إلا أنه لم يكن عائقا لممارستهم لعالم الفن التشكيلي، وشاركوا في عديد المعارض في السابق. وفي إطار الاحتفال بشهر التراث قدموا الرسامين 3 معرض جماعي بدار الثقافة ابن رشيق تحت عنوان التراث 2. يحتوي المعرض على رسومات متعددة ويستعرض جوانب مختلفة ومتنوعة للتراث. دار الثقافة ابن رشيق ككل سنة تحتفي بشهر تراث اللي وزارة الثقافة والمحافظة على التراث تنظمه على مستوى وطني. هذه السنة وزارة الثقافة والمحافظة على التراث وضعت شهر تراث تحت شعار التراث ابتكار واستثمار. احنا بدرنا بداية من يوم 19 أفريل وإلى يوم 5 ماي باحتضان معرض فنون تشكيلية جماعي. هو معرض عنده خاصية السنة لأنه الثلاث عارضين هما أطباء،
واحنا نعرفوا الطب يهتم بجسم الانسان، واحنا كمثقفين وكفضاء ثقافي نهتموا بنفس الانسان بروحه بعواطفه، والفن كما يقول بيكاسو هو يغسل نفس الانسان من ادران اليومي. هذا المعرض لثلاثة عارضين، اذا اطباء، الدكتور جابر الدغري، الدكتورة نادية المهيري برحومة، وكذلك سيدة سوسن هدريش. من خلال المعرض نتاعهم هذا اللي فيه لوحات تستعرض جوانب متعدة من تراثنا، من الحياة اليومية، من أبواب مدينة تونس ولا مدن أخرى، من الحياة في الريف، مشاهد من الحصاد، مشاهد من جربة للفخار ولسوق لجلالة، مشاهد أيضا لموانئ تونس القديمة وموانئ بنزرت، مشاهد كذلك من الكوفر، صناديق القدم اللي كانوا جدودنا يستعملوهم لوضع أمتعتهم ولا كذلك للسفر، واللي نشوفوا الصناديق هذه عمرها يفوت القرن، وقاع إعادة تأهيلها وتنظيفها وطليها بألوان جميلة، وهي معروضة ولقت استحسان كبير من طرف الجمهور اللي واكب هذا المعرض. وإلى جانب هذا المعرض كذلك احنا في إطار الاحتفاء بشهر تراث نظمنا ندوة فكرية بالتعاون مع المعهد العالي لفنون لمهن التراث، كان موضوعها التراث بين المحافظة والتثمين، وهذا كله كما قلت يدخل في إطار احتفائنا بشهر التراث، باعتبار تونس يعني تمتلك رصيد كبير من التراث، التراث ثري ومتنوع ومتعدد، ونحبه أكثر ما يمكن من الجمهور خاصة في العاصمة يطلع على هذا الرصيد. هو المعرض متاعنا متكون من ثلة من الرسامين الهواة بيان سور، اللي يجمعهم الميدان الطبي، فينا زوز أطباء وأنا كما قلت لك أورتوفونيست، الكلنا نخدم من بعضنا في مستشفى الرابطة، واللي جمعنا كما قلت لك هو هواية الرسم الزيتي. دونك الفن التشكيلي هذايا خلينا وحبنا زادا اللي جمعنا آخر حبنا للتراث، معناها بحكم اللي توا احنا نحتفلوا بشهر التراث عجبتنا البادرة وحابين نشاركوا بما نقدروا عليه. طريقتنا في المشاركة هي المعرض هذا نتاع اللوحات الزيتية والكوف خلي مال أنسيان. رسوماتي كلها المحور نتاعها الأساسي والرئيسي هو التراث، كما تراو كما ريتو في عبر اللوحات، المدينة العربي، سيدي محرز 1920، باب سويقة بيان سور وسيدي محرز، باب بحر 1920، حلق الواد 1920، المدينة العربي، صبات الظلام، الحمام، الفرنقي اللي يعمل في اللي يصنع في الطين ويصنع في البوتخي، السفساري الحايك نتاع القروان والسفساري نتاع المدينة العربي، جربة قلالة كيفاش يصنعوا في الواحد، استوار دو فوال هذيك اللي فيها بيان سور كيما قلت لك الحايك والسفسيري، معناها كيما نقولوا لارموني اي لانتيغراسيون دو تو سكي كولتوريل دون نو تراديسيون، ا سافوار كيما قلت لك السفسيري والحايك، نفطة، شبيكة، كلها مظاهر نساء كيفاش بالسفساري في المدينة، كيفاش تحكي مع بعضها، كيفاش حتى القفة اللوتة وهي تعطيني شنو نحكي لك، وفيها برشا برشا روح، برشا ريحة، برشا لوين، برشا لي بورتوز دو هذوك نساء اللي يعبيو في الماء في القروان وماشيين ولابسين وماشيين يحكيو، يا بوكو ديستوار، سي سا كو جيم انا في البانتور وسي سا كو جيم ريبريزونتي، هذاك اللي نحب نمثله ونحب نشكله. بيان سور انا مانيش رسامه اللي معناها انا هاويه، نعمل في الرسم بقدر المستطاع، نحاول باش نجسم ونحسن من هوايتي على قدر استطاعتي، لكن الرسم التشكيلي هذا رسم زيتي اعطاني حاجه باهيه في حياتي الخاصه، هوايتي تدخل في مجال زاد خدمتي اللي هي الارتيغابي، يعني المداوات بالفن، والمداوات بالفن هي حاجة تواراقية ودارجة برشا في البلدان المتقدمة. دونك دو لا فالور اجوتي، معناها القيمة المضافة متاع الفن للطب ومتاع الطب للفن. شكرا لطوق الياسمين.
ختام جولتنا بالنسبة لليوم هكا، وصلنا معكم إلى ختام هذا العدد من طوق الياسمين. غدوة الموعد باش يتجدد مع مواضيع ومواكبات جديدة. قاعدة توصل لنا تفاعلاتكم معنا، وهذا ما ينجم كان يعطينا حافز على أنه نقدم لكم مادة جيدة طريق بانتظاراتكم وتطلعاتكم. الموعد باش يكون مع الضحك من خلال السلسلة الهزلية شوف لي حال مبقاليك مشغول لكم. إن شاء الله ليلتكم زينة الناس الكل. شكرا شكرا لي.